يعني اليوم الناس غير مستعدة أن تنتظر في عدم إطلاق الحكم النهائي على هذه المبادرة مدة 8 أشهر، الحوار السابق غير مستعدة أن تنتظر. المزاج بطبيعة الحال بعد تجربة واحدة، تجربتين فاشلتين أو كاذبتين بالتعبير الأصح، لأن لم تكن هناك أي نية جادة منذ 2014، منذ 2011 حتى الآن. المعارضة نقدر نقول بدرس، لم تكن هناك أي نية جادة من قبل الأسرة لإيجاد حل، وإنما اضطرار إلى دخول حوارات فتلجأ إلى جعلها حوارات شكلية لا تقدم فيها مرئيات، تتمسك بالواقع الموجود، تحاول أن تضخم كلفة الحراك الشعبي من أجل المساومة عليه. يعني بعتقلكم، بسجنكم، بفصلكم، بعدين عندما أجي أتفاوض بقول زين برجعكم إلى العمل، زين بأطلق سراحكم. المطلب الأساسي تحاول أن تدفع أمامه بكلفة عالية من أجل تتفاوض على هذه. هذا معناه لا جدية في إيجاد حل سياسي، هذا معناه نوع من المناورة السياسية. لماذا نذهب إلى فكرة الحوار؟ نذهب إلى فكرة الحوار لأن المبدأ نؤمن فيه بأن البحرين بحاجة إلى هذا الحوار. ما عاد بإمكان أحد أن يفرض إرادته بطريقة منفردة، لا الثورة بقدرتها أن تفرض إرادتها بطريقة منفردة على النظام، ولا النظام قدرته أن يفرض إرادته على الثورة والشعب. وبالتالي في حاجة إلى حوار حقيقي وحوار جاد، هذا نؤمن بهذا المسألة. الآن احنا مش متعجلين على هذا الحوار، إجا اليوم إجا بكرة إجا بعد بكرة، لأن احنا نؤمن بشيء أكبر من الحوار. الحوار هو جزئي، أداة جزئية في مرحلة معينة. الأداة الأهم هي الثورة، استمرار الثورة هو ما نؤمن به أكثر من أي أداة أخرى، وأكثر من شسمة. استمرار الثورة بطريقة سلمية، استمرار الشعب في إطار ثوري، في إطار العمل الثوري بالأساليب المختلفة، هو الذي سيأتي وسينتزع لنا حقوقنا المشروعة اليوم أو غدا. هذا اللي نؤمن فيه أكثر من شيء، من أي شيء آخر. هذا أؤمن فيه أكثر من هذا الحوار الحديث، يعني أؤمن بالمسيرة أكبر من هذه جلسة الحوار. أؤمن بأي دعوة سلمية إلى التظاهر في العاصمة أكثر من هذا الحوار. أؤمن بكل حراك شعبي ليلي سلمي أكثر من هذا الحوار. إذا إحنا نخرج في مسيرة، والآن إحنا راح نجي على 14 فبراير، وممكن ندعو إلى مسيرة في 14 فبراير بيحضرونها 250,000. 250,000 في هذا البلد الصغير، ماذا يعني هذا؟ يعني أن هناك زخم ثوري منذ انطلاقتها 14 فبراير إلى الآن، هذا عنوان نجاح. الفعاليات الشعبية لا تنقطع في أي يوم من الأيام، لا تنقطع في كل يوم. الآن ونحن نتحدث هناك مسيرات في عشرات المناطق في البحرين، نعم ليست كبيرة الحجم، ولكن هناك مسيرات تعبر عن الرفض وتعبر عن الثورة بطريقة شيخ علي خلني أسألك عن الأسلوب. هل من المنطق أنك أنت بتستطيع أن تنتج حال وأنت داخل اجتماع إعلامي وطالع ومصرح عليه وهو طالع ومصرح عليك، أو بتنتج حال إذا كان هذا يتم في جو هادئ وتستطيع أن تعبر عن إرادتك بشكل كامل، كل الأطراف تعبر عن إرادتك بشكل كامل؟ كل الدنيا عملت هيك، كل الدنيا عملت هذا حتى توصل إلى حلول، سواء كانت داخلية أو مشاكل على المستوى الدولي. بأن المتشددون في الأسرة هم خطفوا فكرة الاعتدال اللي طرحها ولي العهد في 2011. هاي الفكرة هاي تتكرر وبتتكرر، وسيكون المشهد أكثر يعني أكثر قسوة، وقد يكون لا سمح الله دموي في القرب من إنتاج الحل. سيحاولون أن يمنعون هذا الحل بهذه البساطة. خلنا نحطها على المكشوف، هناك إقصائيون لا يريدون حل في البحرين، سيضربون ولي العهد، سيضربون المعارضة المعتدلة، يضربون كل من لعدم إنتاج حل. نعم شيخ، هل تثق في قدرة ولي العهد على إيقاف هذه الأمور وتهيئة الأجواء لحوار؟ هذا سؤال، هل تثق في هذا سؤال قدرته؟ طرح أيضا في الوسط ولم يسجل، والإرادة لهم. أنا أثق فيما أجده على الأرض، ثقتي الوحيدة بعد الله وشعبي وحركة شعبي ما أجده على الأرض من إجراءات من قبل النظام. غير هذا ما عندي ثقة في شيء، ما عندي ثقة في شيء، ما عندي ثقة إلا إذا أوقفت المحاكمات
التي تحاكم الناس على إرادة. اليوم حاكموا زينب لإخواتها على إرادتها السياسية. أربعة أشهر جديدة. حاكموها من قبل. نعم. بس وهكذا كل. نعم. ما عندي ثقة إلا فيما يتم اتخاذه على أرض الواقع. نعم. لا تسأل عن فرد ولا تسأل عن أحد ولا تسأل عن مؤسس. أنا ما أثق إلا فيما أجده على الأرض من خطوات إيجابية، غيرها ما عندي ثقة فيها.